أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة بسيتم شو إي جي، أهلا بكم في فيديو جديد. معلش بقالي فترة كبيرة ما تقابلتش معاكم، ما عملتش فيديوهات لايف معاكم، بس طبعا لظروف الكورونا اللي احنا كنا فيها. النهاردة فيديو جديد، الفيديو النهاردة في محافظة الفيوم. النهاردة الرحلة، أنا عشان أجي للفيوم اتحركت من محافظة دمياط، من محافظة القاهرة، ثم محافظة الفيوم، حوالي 350 كيلو أو 400 كيلو تقريبا. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم ان شاء الله. النهارده في معايا ضيف عزيز عليا، عبد الله اخويا وحبيبي. ان شاء الله الرحله النهارده تكون على وشه زي الفل. ويلا بينا نشوف الفيديو، واتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ونتقابل في اخر الفيديو ان شاء الله. زي ما قلت لكم النهارده في اول فيديو، ان انا النهارده في رحله في محافظه الفيوم، محافظه من المحافظات اللي بتشتهر بتواجد الطيور، كافه انواع الطيور بكثره. النهارده كانت دعوه من صديقي الاستاذ علاء. النهارده هو معاه البندقيه الاتمان، هيعرفكم بالسيت اب بتاعته، وبعد كده انا هقول لكم السيت اب بتاعتي عامله ايه. لا اعرف انت خلاص. هي الاتمان، اتمان ام 2 فايبر كربون تكتيكال. بس ماشي، انا زي ما اتعودت معاكم، انا معايا الاف اكس امباكت ميكيتو مع البارت لينيوم، ومعايا السكوب هوك سايد وندر 6/24x56، بالاضافه للقاعده الجميله البلاك هوك، مع التعديلات اللي عملها المهندس هيثم العبقري بصراحه في الحاجات دي. عالج بعض الاخطاء اللي كانت موجوده قبل كده، او بعض الدفوهات اللي كانت موجوده قبل كده في الرنج اللي كان بيثبت القاعده، بقى حاجه جامده جدا جدا. معايا البايبود اطلس، معايا الخزنة العادية 28، بالإضافة السبيد لودر برضو من ابتكارات المهندس هيثم هلال، بيوفر عليا وقت كبير جدا جدا في موضوع ان انا اعيد ملء الخزنة بتاعتي، وخاصة لما يكون وقت في طير كتير وانا عاوز اعبي الخزنة بتاعتي بسرعة. انا قلت اديكم فكرة سريعة. انا طبعا احنا فترة الصبح حاولنا نضرب شوية، بس ما اسعفنيش التسجيل. فيلا بينا نشوف دلوقتي، احنا بعد الظهر دلوقتي، يلا بينا نشوف هنعمل ايه، ونتقابل في اخر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم. Thank you.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية بعد ما خلصنا رحلة الصيد النهاردة. رحلة الصيد النهاردة على قد ما هي كانت مرهقة جدا جدا، درجة الحرارة النهاردة وصلت بعد الظهر ل 52، بس احنا استمتعنا كتير جدا جدا جدا. وبصراحة يعني الأستاذ علاء وكرم الضيافة وحسن الضيافة، يعني بصراحة نسانا كل التعب اللي احنا كنا فيه والمشوار الكبير اللي احنا مشيناه. بس فعلا انا النهارده استمتعت، يا رب انتوا كمان تكونوا استمتعتوا، وان شاء الله انتظروني فيديوهات تانية ان شاء الله قريب. ورجاء ما تنسوش اللي لسه ما عملش اشتراك في القناه يعمل اشتراك، فعل زر الجرس وتعمل شير لو الفيديو عجبك. لو ما عجبكش الفيديو يا ريت تسيب لي كومنت، وانا ان شاء الله احاول اشتغل على التعليقات بتاعتكم، وان شاء الله اقدم لكم كل حاجه تساعدكم وكل حاجه تفيد الجميع باذن الله. شكرا لكم، السلام عليكم.